حادث مروع، وفاة 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين. شهد الطريق الوطني رقم 6 بقرية مصباح بإقليم بلدية الخيفة بالجزائر حادث مروري مروع، حيث انقلبت حافلة نقل المسافرين، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح. أسفر عن وفاة 7 وإصابة 12 بجروح مختلفة، حيث عمدت سيارات الإسعاف على نقل المصابين للمستشفيات المحيطة بمكان الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة. وأيضا طبعا إحنا بنعزي إخواتنا في الجزائر، ربنا يرحم المتوفين ويشفي المصابين يا رب، ويبعد الشر عن بلادنا العربية كلها.